منذ 4 سنوات واليمن يعيش ظروف صعبة نتيجة الانقلاب والحرب، وقد برهنت الفترة السابقة على مدى صلابة المجتمع اليمني في مقاومة الظروف الصعبة. لكن طبعاً هذا الأمر على أهميته، لكنه خطر، في النهاية تشكل الفوضى والحرب على يعني على اليمنيين وتوطيد نفوذ الجماعات المسلحة الخطر الكبير الذي يهدد اليمن بصورة كبيرة. في غمرة الأحداث الكبيرة التي تمر بها اليمن، دعوني أذكركم بعدة حقائق مهمة يجب عدم تجاهلها، ونحن أي أحد يريد أن يتحدث عن الشأن اليمني عليه أن يتجاهل هذه الحقائق. في عام 2011 اندلعت ثورة فبراير السلمية كجزء من ثورات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة العربية، وقد رفعت هذه الثورات مطالب الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية وحكم القانون. طالبت هذه الثورات بأن يحكم الشعب نفسه بنفسه من خلال إقامة نظم ديمقراطية حقيقية وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهو طبعاً ما أغضب عواصم الثورات المضادة في المنطقة التي ترى أن وجود ديمقراطيات حرة يشكل خطراً على وجودها، الأمر الذي يفسر هذا الصراع المحتدم في المنطقة، من بينها طبعاً اليمن. هذا كان يعني الربيع العربي كله عدو لهذه الثورات المنطقة. جرى دعم وتمويل ميليشيا الحوثي لتصبح الخنجر الذي يطعن به ظهر الثورة اليمنية والربيع اليمني. أما بالنسبة للربيع العربي فقد تم دعم الجيوش وبعض النخب السياسية الفاسدة والجماعات المتشددة للانقلاب على الديمقراطية التي كانت تتشكل في المنطقة. من المهم القول أنه هذه المكائد لم تكن بعيدة للأسف عن دور الحكومات الغربية، الحكومات الغربية التي فشلت في اختبار الديمقراطية، الحكومات الغربية التي لطالما تغنت بالديمقراطية والحديث عنها وعن مبادئها وأعطتنا دروس كثيرة عنها، لكن حين جاء الربيع العربي كثير من هذه الحكومات اختارت الاصطفاف مع الطغاة. طبعاً أنا أيضاً أريد أن أذكركم نقطة أخرى مهمة بعد نقطة الثورة السلمية، وهي نقطة التحول والانتقال نحو الديمقراطية. كانت اليمن على أعتاب الانتقال إلى طريق ديمقراطي سلس، شاركت كافة الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية في مؤتمر حوار وطني شامل استمر نحو 9 أشهر، وأثر هذا المؤتمر عن وثيقة سياسية ترسم معالم الدولة اليمنية وتضع أسس صياغة مسودة الدستور الذي فعلاً أصغناه، يعني مسودة دستور جديد للبلاد بمشاركة الجميع بمن فيهم ميليشيا الحوثي وكذلك حزب المخلوع صالح. لكن للأسف أنه بعد يعني أسابيع قليلة من الانتهاء من الدستور، من كتابة مسودة الدستور، وقبل أسابيع قليلة من الذهاب للاستفتاء على مسودة الدستور ومن ثم إجراء الانتخابات المختلفة المحلية والأقاليم والبرلمانية والرئاسية وفقاً للدستور الجديد المستفتى عليه، وبالتالي تحقيق انتقال ديمقراطي آمن يعني بطريقة آمنة وسلسة لا تقصي أحد،
لكن للأسف أن الانقلاب الذي قاده المخلوع علي صالح وميليشيات الحوثي مدعوما من السعودية والإمارات وإيران في مفارقة عجيبة تجمع هذه الدول الثلاث، مفارقة عجيبة وحدهم أعداء الربيع العربي وأعداء التغيير من يتقنها. طبعا أدخل الانقلاب اليمن في نفق مظلم، باتت البلاد ضحية حروب وصراعات ومعقدة ومتداخلة. طبعا الأمر الذي عقد من المشكلة اليمنية أكثر، جاء التحالف العربي بقيادة السعودية بعد ذلك مدعيا إعادة الشرعية اليمنية، وكان لتراجع السعودية والإمارات عن شعارهم في مسألة التدخل في اليمن، في مسألة إعادة الشرعية اليمنية وتحويله إلى أجندة مشبوهة، دورا كبيرا في التدهور السياسي. فبدلا من دعم الشرعية تم محاصرتها والتنكيل بها والمضي لتحقيق أجندة خاصة بهم، وأنا هنا أعني السعودية والإمارات، أجندة خاصة بهم للسيطرة على ثروات اليمن وعلى الأراضي اليمنية، أجندة خاصة تسعى إلى تدمير اليمن والتهام الجغرافية، مستغلين حالة الفوضى والحرب التي يمر بها اليمن، ومعتمدين على ضعف الدولة السلطة اليمنية التي لم يعد يعني خافيا على أحد. الأصدقاء الأعزاء، يشهد اليمن كارثة إنسانية لم يشهد لها العالم مثيل منذ عقود، دمار هائل وواسع في البنية التحتية وخاصة في قطاعات الخدمة، التعليم، الصحة، المياه، الكهرباء. أكثر من 22 مليون يمني بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية حسب تقارير وكالات الأمم المتحدة. أكثر من 8 مليون يعانون من يعني جراء الانعدام الحاد للأمن الغذائي. بينهم قرابة مليوني طفل وأكثر من مليوني امرأة حامل ومرضعة. طبعاً تتوالى التحذيرات من احتمالية أن يرتفع عدد الجوع والمعدمين في اليمن إلى 14 مليون إنسان، أي ما يقارب حوالي نصف الشعب اليمني، وهذا بحسب تقارير وتحذيرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة. قبل أيام قليلة ماتت الطفلة أمل حسين التي تصدرت صورتها وسائل الإعلام الدولية جراء إصابتها بنقص غذائي حاد. أمل واحدة من ملايين الأطفال اليمنيين الذين يتساقطون كأوراق الخريف تحت حصار التحالف وضربات غاراته الجوية وتحت قذائف وألغام الميليشيا الإنقلابية وبالطبع تحت رحى الجوع والأوبئة. الأصدقاء الأعزاء، في هذه الأثناء يبدو ونأمل أن هناك توجه عالمي صادق وجاد هذه المرة لإيقاف الحرب في اليمن والعمل على بدء محادثات سلام للخروج بتسوية سياسية تنهي 4 سنين من الحرب. أنا هنا أود أن أحيي كل الدعوات الجادة التي يعني صدرت مؤخراً المطالبة بإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، ومن ضمن هذه الدعوات دعوة وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع اللذان حددا مدة شهر لإنهاء الحرب في اليمن.
هذه دعوة مهمة، لكن يجب هنا التأكيد بأن اليمن لا تنقصها خطابات. نحن الآن على أعتاب السنة الخامسة من الحرب، هذه الحرب التي تدمر الإنسان اليمني وتمزق اليمن. هذه الحرب تحتاج إلى قرار حاسم. اليمن الآن على عتبة التشظي لا قدر الله، تحتاج اليمن الآن إلى قرار حاسم من المجتمع الدولي في إيقاف هذه الحرب، لأن استمرار الحرب في اليمن بهذا الشكل ليس فقط خطر بالغ وكارثة على اليمن فقط، هذه كارثة وخطر بالغ على الأمن الإقليمي والأمن والسلم الدولي. هنا أدعو مجدداً لإيقاف الحرب في اليمن وإنهاء الحصار القائم على اليمن، وأدعو إلى تمكين السلطة الشرعية من أداء مهامها وفتح المطارات والموانئ والجزر والسواحل، عودتها إلى اليمن لتؤدي مهامها تجاه الشعب اليمني في المناطق المحررة. أدعو أيضاً السعودية والإمارات إلى رفع أيديهما عن اليمن، يجب أن يكفا عن دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وعصابات القتل والمرتزقة الذين يقومون بأعمال القتل والتدمير في اليمن وأعمال الاغتيالات للشخصيات اليمنية وخاصة في تعز وعدن. أدعو أيضاً لوضع حد لتدخلات ملالي طهران الذين يسعون للاستحواذ على اليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي. طبعاً في هذا الإطار أنا أدعم والشعب اليمني يدعم جهود مبعوث الأمم مارتن غريفيث لعقد محادثات السلام في الفترة المقبلة التي نتمنى أن تكون قريبة. أرى ضرورة استغلال هذه الفرصة لإحلال السلام، ففي نهاية المطاف لا توجد حروب مستمرة إلى الأبد، الحرب هذه ستنتهي يوماً ما، وعلينا أن نبدأ السلام الآن. على السلطة الشرعية أن تتصرف بمسؤولية وطنية تجاه إنجاز تسوية تحفظ سيادة واستقلال اليمن، وأن تشكل مبادئ الجمهورية والديمقراطية والمواطنة المتساوية أسس هذه التسوية. على الحوثيين تغليب المصلحة اليمنية على ما سواها، فمشروع حكم اليمن بالقوة خيار جنوني لن يكتب له النجاح أبداً. عليهم أن يبعثوا برسائل سلام نحو المجتمع اليمني، وعليهم أن يبدأوا ذلك بالإفراج عن جميع المعتقلين. يجب أن يقدموا ذلك كمبادرة حسن نوايا. نحن الشعب اليمني نتوق إلى السلام ونريده وسنصنعه. نحن شعب يستحق السلام ويستحق العيش في أمان ويستحق أن يعمل بشراكة كاملة مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأمن والسلم الإقليميين. أعتقد أنه في حال إيقاف التدخل السعودي الإماراتي الإيراني في اليمن فإنه يمكن لنا كشعب يمني يمتلك ذلك التاريخ العظيم ويمتلك تلك الرغبة الحقيقية في بناء دولته والانطلاق نحو المستقبل يمكن لنا أن نصنع السلام بشكل كامل. في حال توقف التدخل الإيراني الإماراتي السعودي سنبني السلام المستدام، ليس ذلك فقط، بل وسنقيم الدولة الديمقراطية الحرة،
دولة العدالة والمساواة وحكم القانون، بل وسنكون الشريك الاستراتيجي للعالم في حفظ أمنه واستقراره. طبعاً نحن لدينا رؤيتنا من أجل بناء سلام مستدام في اليمن، ومن أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي نرى أنه لا يمكن أن تتحقق، ولا يمكن لأي سلام مستدام أن يتحقق دون المرور بالخطوات التالية: 1. إيقاف الحرب في اليمن ورفع الحصار عنها والانسحاب السعودي الإماراتي من البلاد، العودة لاستئناف العملية السياسية من حيث توقفت بالانقلاب والحرب، تشكيل لجنة عسكرية برعاية أممية تعمل على سحب الأسلحة من جميع الميليشيات، من ميليشيا الحوثي وجميع الميليشيات الأخرى، بحيث تكون الدولة هي صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح واستخدامه، وبحيث تعمل هذه اللجنة العسكرية على بناء الجيش والأمن وفق أسس وطنية، بما يضمن وحدة البلاد ويكفل استقراره واستقلاله. تشكيل حكومة وطنية من جميع المكونات بعد تحول الميليشيا إلى حزب سياسي يمارس العملية السياسية وفق قواعدها بعيداً عن العنف، أو حكومة تكنوقراط وكلا الحكومتين يجب أن تشكلا برعاية أممية، تعمل هذه الحكومة على تنظيم عملية الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات المختلفة بكل مستوياتها، من أصغر وحدة محلية إلى الأقاليم ومركزياً بالنسبة للرئاسة والنواب ومجلس الشورى، وأيضاً تشكيل هيئة مصالحة وطنية تعمل على جبر الضرر وتعويض الضحايا. وأخيراً وليس آخراً، لأن هذه فقط هذه النقاط الأساسية، وهي إعادة إعمار اليمن والتزام السعودية والإمارات بالتعويض عن كافة عن الدمار والخراب اللذان قام بهما في اليمن أثناء الحرب. الأصدقاء الأعزاء، أخيراً أنا أجدد شكري لكم وأجدد أملي وثقتي بأن هذا المؤتمر سيكون له مخرجاته المهمة في صياغة توصيات أو مجموعة نقاط مهمة تساعد اليمنيين وتساعد الجهود الدولية في بناء عملية سلام مستدام في اليمن. وهنا لا يفوتني أبداً أن أتوجه للشكر الجزيل للأستاذة مسك الجنيد المديرة التنفيذية لمؤسسة توكل كرمان، وجميع فريقها العامل بجد من أجل نجاح هذا المؤتمر. لا أريد أن أقول أن أنهي هذه الكلمة بدون أن أتحدث عن قضية مهمة شغلت العالم وليس تركيا فقط ولا المنطقة العربية، وهي قضية الصحفي جمال خاشقجي، مقتل الزميل والصديق جمال خاشقجي. لقد أحدث مقتل جمال خاشقجي صدمة كبيرة في العالم، نظراً لطبيعة المكان، طبيعة مكان الجريمة، ونظراً أيضاً لطريقة القتل وتورط دولة بأكملها في جريمة حملت كل بصمات الجماعات الإرهابية مثل داعش. أجدد دعوتي لكشف الحقيقة ومعاقبة المتورطين، كل المتورطين أياً كانت مواقعهم وأياً كانت أسماؤهم وألقابهم. أحذر من أي صفقات قد تعقد في الخفاء،
إن دعوتنا لمعاقبة المتورطين في جريمة قتل خاشقجي ليست دعوة للانتقام، ولكن دعوة للعدالة، هي دعوة لكي ينال القاتل جزاءه. ليس القاتل فقط من قام مباشرة بعملية القتل، ولكن من أمر ومن نفذ. طبعاً نعلن دعمنا وتأييدنا وتمنياتنا بالتوفيق للمدعي العام التركي وتحقيقاته الساعية لإظهار الحقيقة، وهو الأمر الذي سوف يعني أن المجرم الذي يعني أفلت من العدالة في مرات سابقة لن يمكن له أن يفلت من العدالة مرة أخرى. يجب أن نستمر في السؤال، أين جثة الصحفي جمال خاشقجي ومن أمر بقتله؟ شكرا جزيلا، السلام عليكم.